Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن مرحبا بكم في قناة ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة 114. L'exercice 35 dit السي est un cercle de centre O et de diamètre AB. إذن ليكون السي واحد الدائرة مركزها O وقطرها AB avec AB تيقال 4 سنتيمتر. إذن ما تيقولون عندها القطر ديالها 4 سنتيمتر فالشعاع ديالها 2 سنتيمتر. M est un point de C tel que AM est égal à. إذن M تتنتمي لدائرة السي ولكن المسافة من A إلى M تيقال 3 سنتيمتر. N est le symétrique de A par rapport à M. إذن N هو المماثل ديال A. N هو المماثل ديال A بالنسبة للنقطة M. إذن غنشوفو كيفاش درنا. شوفوا أولا الكمالة ديال التمرين هو هذا. إذن التمرين هو هذا الكمالة ديالو عفوا هي هادي. إذن الكمالة ديال التمرين عطاونا هذا الشكل و تيقولك عطاونا دائرة بغينا نرسمو واحد الدائرة القطر ديالها أبي فيه 4 سنتيمتر يعني شعاع 2 سنتيمتر و من المسافة من أ لأم تنديروها يعني إما بالمسطرة ولا من الأحسن بالبركر باش نحصلو على 3 سنتيمتر و تنقلك كالكولي لا لونغور بي إن إكسبليك. إذا حسب لنا المسافة من بي لإن ولكن هاد إن هو الممثل ديال أ بالنسبة للنقطة إم. إذا أول حاجة غادي ديروها هما تكتبو التمرين ديالكم ليكزارسيس 35 ها هو كيتبان لكم سميتو. إذا ليكزارسيس 35 دون لا باج 114 سي إت أن سيركل دو سون أونتر أو. إذا كتبوا هاد المعطيات في الأول إي دو ديامتر أ بي أفيك أ بي تيكال 4 سنتيمتر. إذا بغينا نرسمو واحد الدائرة هاي درناها القطر ديالها 4 سنتيمتر يعني المسافة من أو ل أ تساوي جوج والمسافة من أو ل بي تساوي جوج. إذا القطر أ بي فيها 4 سنتيمتر. ثم M est un point de C. إذن هاد النقطة M اللي درنا تتنتمي لل C. إذن كيفاش درنا ليها؟ تناخدو البركار ديالنا وتنديرو فيه واحد الفتحة فيها 3 سنتيمتر وتنحطو تنديرو بمسار وتنحطو واحد أسميتو وتنديرو واحد لاخك البلاصة فين تيتلاقى داك القوس كيتيبان ليكم اللي تيتلاقى القوس مع الدائرة C اللي كتبنا هنا تتعطينا النقطة M. إذن المسافة من A الام 3 سنتيمتر غنكتبوها بلون مغاير. اذا هنا عندنا نعاود نكتبو بان عندنا من ا ل او 2 سنتيمتر هنا عندها 2 وعندنا هنا 3 المسافه من ا ل ام 3. اذا ان لو سيميتريك دو ا بارابور ا ام. اذا هاد ان فهو المماثل. كيفاش تنديرو المماثل؟ تنمددو هاد الخط بالمسطره. اذا تناخذو المسطره ديالنا وتنمددو هاد الخط اللي هو تيدوز من أ ل إم وتناخدو كذلك البركة وتنديرو الشوكة ديالو هنا وتنديرو واحد القوس البلاصة فين تتلقى هاد الخط أ إم مع سميتو هداك القوس تتعطينا النقطة إن وهاد المسافة من إم ل إن تتكون فيها 3 سنتيمتر. إذا طلبو منا قالك كالكولي لا لونغور بي إن. إذا طلبو منا كالكولي لا لونغور بي إن إكسبليكي كومون فوزافي تخوفي سيت لونغور. إذا بغيت تكتب نتا كالكولون لا لونغور بي ان لنحسو المسافة بي ان. إذا بي ان كيف تتبان لكم هي المسافة الكبيرة اللي هنا بي ال ان. إذا بغينا نديرو كونسيديرون لو تخيونغل ا بي ان لنعتبر المثلث ا بي ان هاد المثلث اللي عندنا هنا. إذا او اي لو ميليو دايما هادو تنديرهم باش نطبقو ديك المتطابقة سميتو الخاصية ديال المثلثات. إذا عندنا او فهو نصف لا وسط القطعة ا بي كذلك ام وسط القطعة ان. علاش الوسط؟ لانه هاد ام هو المركز ديال التماثل. اذا مادام تيكون المركز ديال التماثل تيكون هو في الوسط. اذا ام وسط ديال القطعه ان او الوسط ديال القطعه بي. اذا كي تدو اش تقولنا الخصوصيه لا دروات باسون بار لي ميليو دو كوتي دان تريونغل اي باراليل او سوبور دو تروازيام. اذا تقولنا بانه المستقيم المار من الاواسط وسطي القطعه ضلعي مثل واحد المثلث
تي تكون موازية، يعني موازية للضلع الثالث أو حامل الضلع الثالث اللي هو ب إن. إذا ما تكتبوا أنتم لنعتبر كونسيديرو نو تريونغول أب بي إن أو إي ميليو دو أب بي، إذا أو فهو وسط القطعة أب بي، إم كذلك ميليو دو أ إن. إذا بخي الخصي سميتوها لا بروبريتي، لا بروبريتي الخاصية، الخاصية الأولى اللي قرينا في هذا الدرس تقول لنا لا دغوات باسون باغ لي ميليو دو كوتي، إذا لا دغوات باسون باغ لي ميليو هذه راه باغ باغ لي ميليو دو كوتي دان تريونغل إي باراليل أو سيبور دو تخوازيام. إذا يعني المستقيم المار من وسط وسطي ضلعي المثلث تيكون موازي لحامل الضلع الثالث اللي هو عندنا هنا في هذه الحالة ب ان. إذا وين دونك أون أوغا أو ان بتكون موازية لب ان. هذه علاش درنا هذا الشيء تقديما باش نطبقوا تيورم دو تاليس، لأنه إلا ما كانش متوازيين هاد الخطوط، إلا ما كانش هاد الخطوط ولا هاد المستقيمات متوازيين في المثلث ما يمكنناش نطبقوا تيوريم دو تاليس. دونك ابليكون تيوريم دو تاليس بحال كتبها ابليكون تيوريم دو تاليس، اون اوغا كيف تنقول لكم المسافة الصغيرة على المسافة الكبيرة ا او سيغ ا بي تيكالا ا ام سيغ ا ان. كيف تشوفوا المثلث المسافة الصغيرة ا او سيغ ا بي تساوي لنا ا ام سيغ ا ان تساوي او ام سيغ ان بي ولا بي ان. إذا حنا كتبناها AO sur AB est égal à AM sur AN est égal à OM sur BN est égal à 1 demi. علاش تساوي 1 demi؟ لأنه هادي في الوسط. إذا AO المسافة AO فيها تساوي 2 AB تساوي 4، إذا 1 demi. دونك OM أور OM عندنا المسافة OM كذلك تساوي OM تساوي 2. علاش تساوي 2 سنتيمتر؟ لأنه سميتو تاهي تنتمي للدائرة والشعاع ديال الدائرة فهو إذا تساوي R. هاد R هو الشعاع ديال الدائرة تساوي 2 سنتيمتر. دونك سينيفيك بإن، إذا بإن اللي تنقلبو على المسافة بإن تساوي 2، هاي بإن تساوي 2 فوا OM. OM هو 2 سنتيمتر، دونك OM سميتو بإن إتيكالا 2 فوا 2 إتيكالا 4 سنتيمتر. دونك بإن بغيت تكتبو نتوما بإن إتيكالا 4 سنتيمتر. ونشوفو السؤال التاني اللي قال لنا أون ديدوير اون دي ديغ انا سيغ دي تريونغل ا بي ال. اذا استنتج طبيعة المثلث اللي عندك انت. اذا بغيت تكتب انت جون دي دوي لا ناتور دي تريونغل ا بي ال. اذا كيف تشوفوا في المثلث اللي كان عندنا مع الدائرة، حنا هزينا المثلث لأن سولونا فقط على طبيعة المثلث ا بي ان. اذا تلقاو بانه هادي هي مركز الدائرة، هنا كاينه 2 سنتيمتر، هنا 2 سنتيمتر، كذلك هنا 2 سنتيمتر، ولكن هنا إذا 2 بلس 2 صافي 4، حنا كتبناها بالخضر هنا. إذا المثلث فيه هاد الضلع فيه 4 سنتيمتر، وهاد الضلع فيه 4، ولكن هذا فيه 3 و 3 يعني 6. إذا تنقولوا هاد المثلث فهو متوازي الساقين، ولا متوازي الساقين، لا ماشي متوازي عفوا، يعني الساقين ديالو متقايسين، متقايس الساقين. إذا تسموه ايزوسيل. اذا جون دي دوي بتكتب نتا جون دي دوي لا ناتور دو تريونغل ا بي ان. لو تريونغل ا بي ان ا دو كوتي دو ميم لونغو، عنده جوج ديال الاضلاع عندهم نفس القياس. اذا دونك ا بي ان ايزوسيل يعني عنده ضلعين متقايسين متساوي الساقين، تيتسمى متساوي ماشي متوازي، تيسمى متساوي الساقين. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين 35. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، حاولوا تجاوبوا عليه مره اخرى بوحدكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم.